جايز اليوم كان في حديث على جروب على واتساب، كان في مدام بدها تشتري عوينات وبدها تتاكد اذا هن ضد الالترا فيوليت ولا لا، يعني دي بلوك كل شيء يو في اي او لا. فخطرت ببالي انه ليش ما بعمل هالشيء باردوينو، وهيدا اللي عملته. تعالوا نشوف. فجبت هيدا السنسر يلي هو اليو في سنسر من شركة سي بي إلكترونيكس، وعملت ميني بروجرام على أردوينو، استعملت هيدا بس كرمال البطارية لأنه ما عندي هلا باور بانك. سو هلا بالشمس بنشوف إنه اليو في إندكس تبعي هي 1، عم نشوف الأنالوج الأنالوج ريد تبعيته هي 37، تركتها هيدا للأشخاص النيرد مثلي. سو إذا حطيتها بالفي بنشوف إنه بتصير اليو في سيجنال 0 إيدي بالفي، بينما بس شيل إيدي بتصير 1. هلا اللي رح اعمله تتاكد انا بس اشتريت عوينات هودي، قالوا لي انه هودي العوينات هن ضد اليو في. جاي الشمس على اليو في على السنسور، وعم نقرا انه على ال سي دي اذا بنعمل زوم عم نقرا انه في 1 على ال سي دي. هلا رح احط العوينات تبعي، رح نشوف انه العوينات عملوا بلوك لليو في اندكس، سوري عملوا بلوك لليو في، صار UV index 0. هذا السنسر موجود عند شركة سي بي إلكترونيكس والأردوينو وكل الأكسسوار كمان. الكود رح يكون موجود باللينك بالدسكريبشن بالبوكس تحت الفيديو، وكمان على ويب سايت سي بي إلكترونيكس. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، أنا برجع بشوفكم في فيديوهات تانية.